أضاف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أنه تم التحدث حول الوضع الكارثي في السودان وأهمية وقف إطلاق النار هناك بشكل فوري. وأكد وزير الخارجية كذلك تأثر مصر وأوروبا خصوصا شركة ميرسك الدنماركية بالأوضاع المضطربة في منطقة البحر الأحمر. تحدثنا أيضا عن عدد من القضايا الإقليمية، الوضع في السودان، الوضع الكارثي في السودان، وللأسف الشديد لم يعد هناك الاهتمام الدولي الكافي بما يحدث في السودان وأهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ونفاذ المساعدات والأعباء الهائلة التي تحملها مصر نتيجة لاندلاع هذه الأزمة. حدثنا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر والتأثر الدنمارك خاصة شركة ميرسك الكبرى وتأثر الاتحاد الأوروبي وتأثر مصر أيضا.